أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. یہ یوم اذن اسی جگہ پہ آتا ہے، باقی سب جگہوں پہ یوم اذن آتا ہے، تو اس کو خیال سے اکثر بچے یوم اذن پڑھ دیتے ہیں. یوم اذن ببنی وصاحبته واخی. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض جميعا. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى.
وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاة أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين غير مأمون إن ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا أزواجهم ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جب غنہ مد آپ برابر نہیں کرتے اس وقت آگے پیچھے ہوتے ہیں, اس وقت ترتیب بالکل بھی برابر نہیں رہتی. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. اب برابر ہوگی, یہی چیز پہلے آپ دھیان سے پڑھ لیا کرو. فمانی بتاو وغو ذلک فاولائک هم العادون أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم
أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. فَمَا الشمال عزين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أيطمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا مسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ترهقهم ذلة. ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله.